قاتل صامت يدخل إلى الموصل ويصطاد أولى ضحاياه. سيدة موصلية في الخمسين من عمرها اكتشفت صحة نينوى أنها مصابة بمرض الحمى النزفية، لتدخل هذه المدينة إلى قائمة المدن التي انتشر فيها هذا المرض. الحالة اكتشفت في منطقة جوجلي، الموطن الأم لتربية المواشي في شمال العراق. عندما شاهدنا هناك حالة اشتباه، مباشرة أخذت العينات وأرسلت إلى بغداد، ووصلت النتيجة قبل ساعة. توجهنا إلى منطقة الإصابة وقمنا بتعفير البيت المصاب وكذلك الجوارين، وأيضا قمنا بغلق المنطقة هذه غلقا تاما. المستشفى البيطري ودائرة الصحة في نفير منذ أيام، والإجراءات التي اتخذتها هذه المؤسسات لم تكن كافية لصد الهجوم. أما الإجراءات الجديدة فكانت بعزل المنطقة وتعفيرها للقضاء على الوسط الناقل لهذا المرض. تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، حيث تم غلق منطقة الإصابة بالكامل، وأيضا بدأت كوادرنا بعملية رش الحضائر والحيوانات لغرض القضاء على الوسط الناقل اللي هو القرات، حيث أن هذا المرض ينتقل من الحيوانات وينتقل من القراد إلى الحيوان، ومن ثم ينتقل إلى الإنسان بعد عملية ذبح الحيوان. هذا وبدأت المخاوف تزداد من تفشي المرض وخروجه من منطقة العزل، وسط مطالبات بمحاسبة الجزارين الذين يذبحون خارج المجازر. فهذا المرض قد حط رحاله في أكبر مناطق تربية المواشي في المحافظة. من الموصل، محمود الجماسة، قناة التغيير.